نحن عندنا قناه ان شاء الله حتطلع اليوم في الليل، وحنعطوكم ان شاء الله قبل ما تروحوا اليوم باذن الله حنعطوكم التردد، وحتطلعوا مباشره وحتردوا علي وتقولوا لي يا كذاب في وسط عينا. شوف بشاره هو بس البصامة جبتها. زين الشخصية عشان حقوق. لا. كلام وعظيم كثير. عاود لي. عظيم كثير كلام الشخصية. تعال. كمل عليك. Thank you.
يا
الله الرحمن الرحيم. خالد نجم، إدارة الهجرة غير شرعية، منطقة الكفرة، التابع لقوات درع ليبيا، رئاسة الأركان. طبعا نقول لكم اليوم بنرحلوا، طبعا صدد الترحيل ما يقارب عن 150 شخص، ومركبات، سبع مركبات صغيرة وأربع مركبات كبيرة. طبعا هذوما من الجنسيات التشادية كلهم، ونفس الإجراءات الأولى. طبعا السيارات اللي يمشن هدينا نوقعوا فيهم ونبصموا فيهم على مستندات، إن معاش يرد من جديد. ونفس الشيء الناس اللي متسللين هذوما بطريقة غير شرعية، نديروا لهم في تعهدات على اساس انه ما عادش يدخل الاراضي الليبيه الا باجراءات رسميه. وطبعا احنا ما زلنا مستمرين، وبس نبوا دعم الدوله، بس يا ريت الدوله تلتفت الينا، باش اقل شيء يقعد عندنا الاستطاعه ان احنا نرحلوا اكبر اعداد ممكنه. كم الاعداد اللي موجوده الان اللي ما عندهمش لا سيارات لا امتحان؟ طبعا حاليا توم متواجدين في المقر الهجره عندنا هنا في الكفره ما يقارب عن 200 شخص، جنسيات مختلفة طبعا، تشادي وسوداني وصومالي ومالي، جنسيات مختلفة. عرفت معدل القبض في اليوم على المتسلين كم؟ والله على حسب، طبعا احنا مرات نعتمدوا على البلاغات، يعني في يقعد في مجموعة قاعدة في مكان معين نديروا عليهم في مداهمة بلاغ معين، واغلب الناس اللي نمسكوا فيهم هم عن طريق نقاط التفتيش اللي قاعدين فيهن الشباب. طبعا الشباب نحب نشكرهم على مجهوداتهم، وقاعدين سهرين ليل نهار الحمد لله. والحاجه الاخرى طبعا في عندنا احنا الناس الاخرين، الجنسيات الاخرى اللي قلت لك عليهم، المالي والصومالي والنيجيري والغيني، في حتى هذوما عندنا مشكله ان ما فيش حد يتابع في اجراءاتهم هنا، يعني كيف القنصليه السودانيه ولا القنصليه التشاديه. فهذوما في وقت سابق رحلنا ما يقارب عن 137 شخص عن طريق الطيران من الكفر من هنا، واستلمتهم جهه مختصه في بنغازي. فياريت حتى الشيء هذا، حتى هو مش متوفر لنا طيران ولا نيبش حتى نرحلهم بنغازي، فلهم فتره قاعدين عندنا، فتره طويله قاعدين عندنا هنا. يوسف هذا ميت، حركة يا يوسف. أبوك يا خالد، في واحد ميت. لا والله هذا حركة، خليه يطلع. يا أبوك أنا خليه يا خالد، يقدر آخر واحد، مش مشكلة، فوته هذا اللي واقف فوته.